تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس بزيارة معرض البحرين الدولي للطيران 2018 في نسخته الخامسة والمقام في قاعدة الإصخير الجوية. ولدى وصول جلالة الملك المفدى يده الله كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وصاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأعضاء اللجنة العليا المنظمة وكبار الشخصيات. بعدها تشرف رؤساء الوفود الرسمية من مدنيين وعسكريين ورؤساء وممثلي شركات الطيران العالمية المشاركة في المعرض بالسلام على جلالة الملك المفدى رعاه الله، حيث صافحهم جلالته وتبادل معهم الأحاديث الودية.
بعد ذلك شاهد جلالة الملك المفدى العروض الجوية المصاحبة للمعرض، حيث افتتحت هذه العروض الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الملكي البحريني وطائرة طيران الخليج. كما شارك في العروض عدد من طائرات الدول العربية والعالمية، حيث قدموا عروضا امتازت بالكفاءة والقدرة وحظيت باستحسان الحضور. وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله مأدبة غداء تكريما لكبار المسؤولين وضيوف البلاد، وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت في الإعداد والتنظيم لمعرض البحرين الدولي للطيران، ليحافظ على مستواه المتميز وتطوره المتواصل في نسخته الخامسة على التوالي، ليصبح محطة مهمة على خارطة معارض الطيران الدولية، والتي تجمع كبريات الشركات العاملة في قطاع الملاحة الجوية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاستفادة من التجارب الدولية. وخص جلالة الملك المفدى بالشكر سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وأعضاء اللجنة على عملهم الدؤوب، مقدرا الجهود الكبيرة لقوة دفاع البحرين وسلاح الجو الملكي البحريني وكافة الجهات المعنية وإسهاماتهم الهامة في إنجاح هذا الحدث العالمي. وأشاد جلالة الملك المفدى رعاه الله بالإمكانات البشرية والفنية التي تملكها البحرين وتؤهلها لتنظيم واستضافة المعارض العالمية الكبرى المتخصصة، مؤكدا أن نجاح المعرض في استقطاب أكبر شركات الطيران العالمية يعكس المكانة التي يحظى بها موقع البحرين الاستراتيجي في المنطقة باعتباره مركزا اقتصاديا وتجاريا رائدا. كما رحب جلالة الملك المفدى بضيوف البلاد وكبار المسؤولين والمشاركين من مختلف شركات الطيران المدنية والعسكرية العالمية والعارضين وجميع المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة وعلوم الطيران، وأبدى إعجابه بالعروض الجوية التي عكست قدرة وكفاءة الطيارين المشاركين، معربا جلالته عن شكره لكافة الدول الشقيقة والصديقة على مشاركتها في هذا المعرض والتي تجسد عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع بينها وبين مملكة البحرين. ونوه جلالة الملك المفدى بأهمية عقد مثل هذه الملتقيات العالمية التي توفر فرصا واعدة لانطلاق شراكات جديدة في مجال صناعة الطيران باعتبارها منصات لتبادل الخبرات والمعلومات حول التقنيات الملاحية الجديدة، مشيرا إلى أن معرض البحرين الدولي للطيران أصبح من الأنشطة الاقتصادية والتجارية المهمة التي تسهم في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني. وأكد جلالة الملك المفدى يده الله أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات التنموية بفضل سواعد وجهود أبنائها المخلصين، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق وطيب الإقامة على أرض مملكة البحرين.